الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا. سبحان الله، الاعلام اللي النادي الاهلي السنة اللي فاتت نادي الزمالك كان موقوف من القيد، وكانوا دايما يتكلموا ان الزمالك محتاج تدعيمات، وكان الله في عون نادي الزمالك، والزمالك فيه نواقص كتير، والزمالك محتاج صفقات كتير، والزمالك مشي منه مش عارف مين، والزمالك كان الله في العون، والزمالك محتاج صفقات، لدرجة ان الواحد يعني خلاص كان عايز يعيط على اللي بيحصل للزمالك. نهاردة الزمالك مفيش إمكانية ولا قدرة يعمل صفقة كبيرة، ما عندوش أي إمكانيات يعمل صفقة تقيلة. يعني أغلب الأسماء اللي ضمها الزمالك مفيهاش اللعيب السوبر ستار اللي يخلص ماتشات ويخلص بطولات لصالح نادي الزمالك. وبالرغم من ده، وبالرغم إن الإعلام شايف إن الزمالك ما جابش ولا صفقة، الاعلام هو برضو اللي كان بيقول الزمالك محتاج، النهاردة بيقولك الزمالك فريق متكامل، فريق مش محتاج صفقات، فريق مفيش زيه ولا بعده. على فكرة عايز اقولك الزمالك مش محتاج صفقات، لان الزمالك الصفقات مش هي اللي بتجيب البطولة، الصفقات مش هي اللي بتجيب البطولة، لا عند الزمالك لا، اللي جاب البطولة بتاعت الدوري السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها حاجة واحدة، الاحتواء، قانون اللامساس بس. والله لولا الشيئين دول، لولا الحاجتين دول، الزمالك لا كان شاف لا دوري ولا كاس ولا كان عمل اي حاجه، ولا كان عمل اي حاجه، لا تقول لي بقى لا صفقات ولا زيزو ولا ميزو ولا اي حد، لولا ضربات الجزاء اللي كانت تمنح زي بالفرمان السلطان العثماني ما كانش الزمالك هيشم حاجة اسمها دوري، ما كناش هنعرف حد اسمه زيزو، كان هيبقى لاعب عادي جايب 3-4 تجوان كل موسم، عادي عادي زيه زي اي لاعب في الدوري جايب 3-4 تجوان. لكن بضربات الجزاء اللي بتمنح زي المنح كده بتاعت الدول الغنية للدول الفقيرة لا ترد، الزمالك كسب 2 دوري وزيزو بقى زيزو. بشير التابعي قلت لك قبل كده، اللي زي بشير واي لاعب سابق في نادي الزمالك، وانا عذره، انا عذره يا جماعه، لعيبه الزمالك وهم نجوم والناس بتشاور عليهم، لعيب الزمالك اهو، لعيب المنتخب اهو، ما كانش بيعمل اعلانات، ما كانش بيطلع قنوات تستضيفه، ما بالك لما يبطل كوره والناس تنساه. الحاجه الوحيده اللي هتخلي الاعلام الحالي في وضعه الراهن يستضيف اي لاعب زملكاوي سابق حاجة واحدة بس، اطلع خبط في الاهلي. اي واحد يا جماعة عايز يشتغل في الاعلام او عايز يطلع ضيف في اي برنامج، حتى لو ما كنتش لاعب كرة سابق، لو حد ليك صفحة على الفيسبوك وصفحتك كبيرة شوية، اطلع اشتم في الاهلي، اطلع خبط في الاهلي، اطلع طب لإدارة الزمالك، اطلع اشتم محمود الخطيب، اطلع قول الخطيب حرامي، يا نهار ابيض، هتلاقي القنوات بتتحدف عليك، هتلاقي القنوات بتتحايل عليك بالساعة. طب تعالى يا فندم ساعة بس، طب نص ساعة، طب اللي يرضيك، طب عينينا ليك، اللي انت عايزه، ويدفعوا لك مبالغ محترمة. ليه؟ لانك بتشتم في الاهلي وبتتريع على الاهلي وبتشتم في الخطيب وما الى ذلك. فبشير التابعي خد الطريق السهل. ايه هو الطريق السهل؟ انه يخبط في النادي الاهلي، عشان كده وصل للإعلام وبدأ يظهر بشكل متكرر مع الأخ مهيب عبد الهادي. بشير التابعي يبدو أن الموضوع والماديات عنده، هو من النوعية اللي بتحب تبص لقدام، يعني بيحب الفلوس أكتر، كلنا النفس البشرية طماعة، نفس البشرية أول حاجة بتميل ليها المال والفلوس، دي طبيعة بشرية. فبشير التابعي عايز فلوس أكتر، فلقى فيه إعلانات. طب الاعلان ده فيه تسفيه على نادي الزمالك، فيه سف على نادي الزمالك، فيه تريقه على بشير نفسه، مش مشكله، المهم ايه؟ الفلوس، المهم الفلوس. فطلع بشير التابعي يرد على الزملكاويه بقى، الزملكاويه طبعا زعلانين،
ازاي تعمل اعلان تتريق علينا فيه في ماتش الستة وتذكرنا بمأساة الستة واحد وبيبو وبشيرو وبيبو والجون. يعني حتى لو مش ما لو مش خاف على نفسك خاف على مشاعرنا يا اخي. فطلع بشير التابع قال لك الناس اللي بتعمل معايا كده انا ما اعرفش هما بيعملوا كده ليه، ومش هعتذر لحد عن الاعلان، ما عملتش حاجه غلط. وفعلا الزمالك خسر 6-1 من النادي الاهلي. وقال ان رحيل موسيماني ريح نادي الزمالك كتير، لان موسيماني كان عامل عقده كبيره لنادي الزمالك ولجمهور الزمالك. ده اللي احنا بنقوله من زمان والله، ان موسيماني فعلا معقد الناس دي. يا جماعه موسيماني انت عارف يعني ايه نضيع 2 دوري ابطال افريقيا من نادي؟ انت عارف يعني ايه واخد منهم 2 دوري ابطال افريقيا؟ ده جوزيه اللي كان بس بياخد منهم دوري خلاهم كده، مش شايفين قدامه. ما بالك بقى مدرب يلسعهم 5 في الدوري وياخد منهم 2 دوري ابطال افريقيا ويروح على حسابهم كاس عالم للانديه. الاخ عصام عبد الفتاح طالع يهدد ويقول لك انا كنت ممكن انا كنت ممكن ارفع قضيه على النادي الاهلي بسبب البيان بتاع النادي الاهلي اللي اتهموا فيه لجنه الحكام بفقدان النزاهه والشفافيه، لكن انا ما رفعتش القضيه لاني خدت حقي بالرد على الكلام ده. والله العظيم يا كابتن عصام انا عايز اسالك سؤال بالمناسبه، مع احترامي الكامل ليك، كان في رئيس احد الانديه كابتن عصام كان بيشتمك دايما، فاكره؟ وكان بيطلع يقول لك الست اللي في المغرب واللي انت متجوزها في المغرب ومراتك التانية في المغرب، وقعد يقول عصام هناء وهناء وهناء عاملة ايه والكلام ده. انا بسأل سؤال بريء جدا، هل الكابتن عصام يا جماعة سمعته في يوم من الايام انه عرف ياخد حقه في الموضوع ده؟ رد علينا. انا معرفش والله، انا لا اعلم، لكن في يوم من الايام كان في رئيس احد الاندية كان يوميا على الله بيطلع يغسل عصام عبد الفتاح غسيل، وكان يقول له عصام هناء، وكان يقول له البت هناء بتاعت المغرب. هل حضرتك طلعت خدت حقك تالت ومتلت في الموضوع؟ وبعدين يعني هو الرد بالكلام ده معنى كده انك خدت حقك؟ النادي الاهلي لم يخطئ، هناك اخطاء تحكيميه كارثيه ادت الى توجيه بطوله الدوري لصالح نادي الزمالك وسلب بطوله الدوري من النادي الاهلي وسرقته من النادي الاهلي للسنه الثانيه على التوالي بفضل الاخطاء التحكيميه الكارثيه اللي انت كنت رئيس للجنه الحكام فيها. انت المذنب الاول لانك رئيس اللجنه. انا ما اجيبش حكم صغير اقول ده السبب، لا ده انت، لان انت ما كنتش بتعدل من اخطاء الحكام، ده بالعكس انت كرئيس لجنه حكام بدل ما كنت تطلع تعترف باخطاء التحكيم وتقول يا جماعه الاخطاء عادي وهنعدل ومعلش واسفين، لا ده انت كنت تطلع تجادل. كنت تطلع تجادل وبعيد قوية وتخترع قوانين في كرة القدم عشان تثبت صحة كلام الحكم بتاعك كابتن عصام. لا يا كابتن احنا الناس بنفهم شوية في الكرة على قدنا لكن معلش يعني اللي كان بيعمله بعض الحكام كان فجور تحكيمي، فجور. انك تخترع قانون ده اسمه فجور. في قوانين ولوائح تمشي بيها، لكن تقول لي مرة اصل يا جماعه في عندنا في كره القدم حاجه اسمها روح الاحتواء، وكان لازم محمد عادل يحتوي المباراه عشان المباراه ما تبصش منه. بتحرمني من انتصار تاريخي وتيجي تقول لي احتواء، وتيجي تقول لي احتواء ونسال حكام العالم المحترمين في حاجه اسمها احتواء في كره القدم؟ يقول لك ما فيش. ومحمد الحنفي يطلع يقول لك ما فيش حاجه اسمها احتواء في كره القدم ولا محاضرات احتواء في كره القدم. شكلك ايه قدام الناس؟ شكلك ايه قدام الحكام المحترمين؟ مش حكام البليله وحكام الاحتواء، لا الحكام المحترمين. منظرك ايه؟ منظرك ايه النهارده لما مستوى التحكيم تحت ادارتك راح في داهيه؟ راح في داهيه، انا ما شفتش ولا حكم مصري وصل كاس العالم تحت ادارتك او تحت قيادتك في لجنه الحكام. طيب يا جماعه امبارح والله العظيم ثلاثه انا بعذر الزملكاوية. يعني تخيل انت خالد الغندور امبارح وقعد يكرر الموضوع ده كذا مرة ان جمهور الاهلي عشان خسر الدوري وخسر الكاس عنده حالة صعبة. طبعا هو مش عايز يقول حرقان وهيجان واكلان، انا بقول لك اهو ماشي،
عنده حالة صعبة، وصلت للجنان وصعبانين عليا. وكل شوية يسأل عمرو الدرديري والأخ التاني محمد الشرقاوي، يقول له هي حالة المنافس بقت صعبة للدرجة دي؟ طب يعني ملهاش حل خالص؟ ملهاش حل خالص؟ طب ايه حلها يا أستاذ محمد؟ طب ايه حلها يا أستاذ عمرو؟ طب ايه مش عارف ايه؟ عايز اقول لو انت شايف يا خالد يا غندور، وخليني هتفق معاك، ان جمهور الاهلي يعيش حالة صعبة لمجرد انه خسر دوري وكاس، ما بالك انت بيك وبجمهور ناديك اللي بتقعدوا 6-7 سنين على ما بتشوفوا بطولة الدوري، اللي قاعدين بقالكوا 20 سنة ما شفتوش بطولة افريقيا، وكل مرة الزمالك قادم لغزو افريقيا، ما تعرفش بيغزو بالونة ولا بيغزو ايه، ما تعرفش. فانا هتفق معاك ان جمهور الاهلي عنده حالة صعبة، لكن جمهور النادي اللي يقعد 7 سنين ما يكسبش دوري ده نسميه ايه؟ ولو هتقولي ان هم ما عندهمش حرقان واكلان والكلام ده، اوكي جلدهم نحس، جلدهم تخن من الموضوع، فما بقاش فارق معهم اي حاجة في اي حاجة، صح؟ انت اختار، انت اختار. هل جمهور الزمالك خلال 7 سنين لما او 5 سنين ما كانش بيكسب دوري كان بيجيله حرقان وهيجان واكلان وكان في حالة صعبة، ولا كان جسمه نحس خلاص وجلده تخن مش قادر على ما عادش فرقة، اخسر دوري اخسر 2 اخسر 10 اخسر افريقيا 20 سنة، مش فرقة. اللي غزك اكتر الاخ الدرديري، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك خسارة الزمالك بطولات عند الاهلوية مكسب. ماشي يا سيدي، ماشي، لما خسرت الزمالك بطولات عند الاهلاويه مكسب، امال اللي انتوا بتعملوه لما الاهلي بيخسر؟ يا راجل ده انتوا بتروحوا تلبسوا تيشيرتات الانديه كلها اللي بتلعب الاهلي. يعني النهارده الاهلي لما كان بيروح يلعب في افريقيا كل ماتش في الادوار الاقصائيه تلاقي جمهور النادي المنافس جايب التيشيرت بتاع النادي ده ويلبسه ويروح بيه الكافيتيريا او يروح بيه الملعب او يروح بيه مش عارف ايه ويشجع الفريق ده، ولو كسب الفريق ده يا سلام على صفحاتهم بقى على الفيسبوك او على تويتر او كلهم يقلبوا انهم من ولاد البلد دي. يعني في ماتش الوداد 20% من المصريين كانوا لابسين تيشيرت الوداد. الوداد المغربي كان لهم جمهور في مصر، مين جمهور الوداد في مصر؟ هما جمهور المنافس. اللي عمرو الدرديني بيقول لك خسائر الزمالك للبطولات مكسب للآخرين، معلش معلش، اللي فيك في مثل بيقول لك ايه، مش عارف ايه، العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. طبعا المثل ده لا ينطبق على عمرو الدرديري. طيب تعال نروح للصفقة اللي الله اعلم هل هي الصفقة بتاعت النادي الاهلي ولا لا، ولكن خليني ادي صاحب هذا الخبر وهذا الصدق حقه، وهو الاستاذ الصحفي في قناة النادي الاهلي اكيد، الاستاذ محمود شوقي. ده اول واحد في مصر كلها اعلن ان اللاعب الجديد بتاع النادي الاهلي هو البرازيلي مارسينيو او ماركينيو، لاعب البرازيلي. وفقا لكلام الاستاذ محمود شوقي قال ان الاهلي تعاقد مع لاعب جناح شمال بيلعب في الدوري الياباني، لاعب انترناسيونال بطل كأس العالم للأندية السابق مارسينيو، بيلعب دلوقتي في كاواساكي الياباني، لعيب عنده 27 سنة، أرقامه الموسم ده لعب في مجمل المباريات 32 مباراة، سجل 12 هدف وصنع 4 أهداف. ده بالنسبة لي ماركينيو أو مارسينيو بقى زي ما تنطقها في اللغة البرتغالية. هنشوف هل هو اللاعب ولا لأ، والكلام إنه هيوصل خلال ساعات من أجل الكشف الطبي والتوقيع للنادي الأهلي. في موضوع الصفقة البرازيلية كل الناس بتجتهد، وما نقدرش نقول واحد كذاب وواحد هبيد وواحد مش عارف إيه، الكل بيحاول إنه يجيب لك معلومة، لأن اسم اللاعب الجديد للنادي الاهلي لا يعلمه الا ثلاثة في النادي الاهلي هم اللي عارفين الاسم. فكون ان الاستاذ محمود شوقي اذا صدق كلامه يقدر يجيب الاسم ده، دي شطارة منه.
كل الناس بتحاول، لكن اقول لك الثلاثه دول هل فيهم حد يقدر يطلع الاسم دوت لاي حد؟ الله اعلم. يعني الثلاثه الكابتن محمود الخطيب، حسام غالي، وامير توفيق، هم دول الثلاثه اللي عارفين اسم اللاعب الجديد للنادي الاهلي، زي ما كان هم اللي عارفين برضو اسم المدرب الجديد، مع طبعا مارسيل كولر، مع مارسيل كولر، لانه بطبيعه الحال هو اللي اختار اللاعب. فمحدش يقدر من الثلاثه دول انه يطلع اسم اللاعب لاي حد، ولا حتى المدير الفني، حفاظا على سريه المفاوضات. هنشوف الكلام اتقال ان مارسينيو او ماركينيو هيوصل النهارده ويتم التوقيع الكشف الطبي عليه باذن الرحمن، وبعد كده التوقيع للنادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.